السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مورو نيوز. شرعت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء بتنسيق مع مجلس المدينة في تثبيت كاميرات بمختلف شوارع الكبرى من أجل وضع حد لتنامي ظاهرة الجريمة وتسهيل حركة السير والجولان. وعاينت قناة مورو نيوز خلال هذه الأيام إقدام فريق مختص على تثبيت هذه الكاميرات الصغيرة بعدد من المناطق، خاصة تلك التي تعرف اكتظاظا وعلى رأسها وسط المدينة بالقرب من فندق حياة ريجنسي بساحة المارشال، وكذا بالأحياء الشعبية في اتجاه الحي المحمدي. ومن شأن تثبيت هذه الكاميرات أن تساهم في حل إشكالية الجريمة، خاصة أنها تقوم بتسجيل كل الوقائع التي تتم في الشارع وترتبط بجهاز للمراقبة يدعى المقر المركزي للمتابعة، وهو تابع الولاية أمن الدار البيضاء. وأضاف المصدر أن تسجيلات هذه الكاميرات ستتم العودة إليها في الحالات التي تتطلب ذلك، خاصة حينما يتعلق الأمر بشكايات مواطنين تفيد بتعرضهم لاعتداءات أو سرقات. وفي اتصال هاتفي بنائب عمدة مدينة الدار البيضاء المكلف بالنقل والسير والجولان محمد أبو الرحيم، قال إن تثبيت هذه الكاميرات يدخل في إطار مشروع بين مديرية الأمن ومجلس المدينة يروم تعزيز الأمن بالشوارع وتنظيم عملية السير والجولان. وأضاف نائب العمدة المنتمي إلى صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار في تصريحه أن عدداً من هذه الكاميرات التي تم تثبيتها في بعض المدارات الطرقية والتي تشتغل عبر التكنولوجيا الحديثة لها دور أمني تشرف عليه ولاية أمن الدار البيضاء، ودور آخر يتمثل في تدبير عملية السير تشرف عليه الجماعة عبر شركة الدار البيضاء للنقل. وإضافة إلى الجانب الأمني، فإن هذه الكاميرات الذكية بحسب نائب العمدة ستسهم في التخفيف من الضغط الذي تشهده الطرقات بالبيضاء، وستمكن من سلاسة التنقل وتقليص وقت وقف العربات في المدارات. وكان مجلس مدينة الدار البيضاء قد تحدثوا في وقت سابق عن عزمه وضع كاميرات في المدارات الطرقية بتنسيق مع ولاية الأمن وإطلاق تطبيق جديد مرتبط بالإشارات الضوئية يرشد السائقين بالمدينة إلى الطرق التي تعرف اكتظاظا أقل من غيرها. شكرا على حسن المتابعة، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا لكم أحبتي.